تلقت الفنانة المغربية لطيفة رأفت اليوم الثلاثاء جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، ملتزمة بالتدابير الوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس. ونشرت لطيفة صورة لها وهي تتلقى الجرعة عبر خاصية ستوري على صفحتها الرسمية بالإنستغرام، وعلقت عليها بالقول: الوضع الوبائي لا يطمئن، آلاف الحالات التي تسجل كل يوم، ارتفاع مهول قد يتسبب في مصائب لا تحمد عقباها. وأضافت قائلة: غرف الإنعاش ممتلئة وعدد الوفيات يرتفع يوما بعد الآخر، أرجوكم الفئة العمرية المستهدفة ديروا التلقيح، نحضروا رأسنا من الوباء مازال كاين، ومازال ما تخلصناش منه بالمناعة الجماعية والإجراءات الاحترازية. وختمت رسالتها قائلة: الكمامة، التعقيم، التباعد الاجتماعي والجسدي، هادو أشياء يقدروا ينقذونا من الانتكاسة الوبائية. الله يرفع علينا هاد الوباء